وبالتالي الأزمة دهيت مفترض إن إحنا بنواجهها كلنا ببعض الوعي وببعض التماسك والتكافل. فمثلا الوعي لازم ناخد بالنا إن الزيادة السكانية مؤثرة علينا خالص، جزء من أسباب ما نعانيه. يعني كل سنة لما نزيد 2 مليون وشوية ده أمر خطير على البلد. حتى لما يبقى في أزمة المفروض ما نزيدش لغاية ما تعدي الأزمة دي. من ناحية الوعي، من ناحية الوعي أيضا والترشيد استهلاكات الطاقة كلها. يعني لمبة الكهرباء المولعة اللي ملهاش لازمة، مثلا أحيانا الواحد يمشي في الشارع يلاقي عمود النور منور في عز الشمس، طب ما هو ده طاقة مهما كانت صغيرة. وبالتالي أو الأمر الثالث كمان الوعي والترشيد والتكافل بقى. لازم نساعد بعض. ده أعتقد ده دور أصيل للمؤسسات الدينية يظهر هنا بقى. وصدقيني مش المؤسسات الدينية بس، كلنا لازم نساعد بعض خالص، في رغيف الخبز، في ثمرة الطعام سواء خضروات أو فاكهة، في حاجات بسيطة لازم ناخد بالنا. امبارح كنت في اجتماع مع الاباء الكهنه وفتحنا مواضيع زي كده، فبذكر قدامهم ان في مليار من البشر كبار وصغيرين ما عندهمش كوبايه الميه، الدرينكينج ووتر، ميه الشرب، ما عندهمش.